So amazing. ما صرتي 30 وعامله كل هالعمايل. هاو كيف؟ كيف؟ passion. I love passion what I do. شغف. Yeah. انت احكي وانا بترجم. شغف. We'll be here all day. حتى كان بغي داكشي اللي كان بغي my I'm just like I don't know how to explain it. الحب لل my career, الحب ل my fans, the talents. And also I feel so blessed. I feel so emotional seeing that. Yeah, it's amazing. طيب انت يعني مغربيه مواليد كندا رحشتي في السعوديه؟ عشت بالسعوديه for 3 years. وين؟ في جده. في جده كنت صغيره. شو كنت تساوي هناك؟ كنت بدرس. We followed my mom. My mom got married, جوزت امي وجوزها كان عنده شغل بالسعوديه, سو احنا رحنا عشنا هناك 3 سنين في جده. قلتي لي كنت تفرجي باب الحاره بعد؟ I loved باب الحاره. Oh my god, I was obsessed with باب الحاره. بس ما فيه رقص. No, but في تمثيل, في stories, you know, I love it. انت حسيتي هيك اني انا ما بدي اكون لا طبيبه ولا مهندسه ولا كاتبه ولا صحفيه ولا شيء, بدي اكون فنانه؟ امتى؟ Ever since I could remember, I would think لما كنت صغيرة, كتير صغيرة. يا ديش هلا أنت صغيرة يعني قديش؟ Thank you. I would say 6 years old. 6 سنين. Yeah, 6 years old. كنت شاطرة بالمدرسة ولا؟ كتير شاطرة, كنت top بالمدرسة يعني. حتى لما تخرجت بأحسن scores, أحسن grades, scholarships, everything. طب عشتي بالسعودية, وين عربيتك الحلوة؟ بتحكي جداوي دحين؟ I don't know what Arabic this is. ملخبط. It's a cocktail. طيب السؤال أبو مليون دولار. Okay. يعني حدا بيروح على الهند, بلد فيها 1.5 مليار بني آدم. Yes. كلهم بيرقصوا. يعني انا لما بشوف موفي بشوف ورا الفنان مش حوالي 200-300 شخص, لانه دائما بيجيبوا ماسز يرقصوا. صح صح. يس يس. طيب يعني مو كان مغامره جنان يعني؟ something crazy. It is, it's crazy, it still is crazy. يعني كيف نجحتي؟ I don't know, I just بتعرف في حاجه صغيره يعني that made the difference between going there and going somewhere else. Something inside told me to go there. An intuition. هند. Yes, Hind. That's your future. يا 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 بنت الناس. والله you're funny. طيب يعني لغة صعبة. لغة ما كنت بعرف لا هي فرنسي لا هي اللغة هندي. أي لغة أصلا تعلمتي؟ بالهند فيه 150 لغة, أي واحدة تعلمتي؟ هندي. كيف يعني؟ حكي لنا شوية هندي. احكي عني بالمنيح هندي يعني قبل شوي. كيا بتاو آبكو؟ آب بتاو مي بتاتيو آبكو. ما انديا مي رهتي هو. كيونكي نهي. وهاں كيو نهي؟ نهي نهي شكري. كيو بالكيو. تعلمت كيف تعلمتي؟ قديش مين علم يعني؟ لما رحت على الهند فهمت انه لو بدي اشتغل هناك بدي امثل, بدي اشتغل معاهم. بس انا بيحكوا انجليزي شوي. No, but for them to accept me, I have to learn their language. لازم أتعلم اللغة. قديش عطي لحتى تعلمتي اللغة؟ 3 years. 3 years مو قليل يعني. ثلاث سنين. الواحد بتروح بتقعد 20 سنة بإيطاليا. No, but 3 سنين يومياً. يومياً. Every day معايا teacher 6-8 ساعات يومياً. 8 ساعات. كان فترة ما كنت بطلع من البيت. قديشك شغوفة؟ قديش انا بدي اصير؟ Yeah, really, I'm like stubborn. لو بدي شيء بسويها, like it has to happen. امك قالت لك وين رايحه مجنونه؟ Oh, for sure. قالت لك there was one period. قالت لك يا مجنونه ولا ما قالت لك؟ مجنونه, مين بسوي هيك يعني؟ ورحتي؟ Yeah, I just had to go because I knew that's where I belong. طيب وامتى عرفتي انه يعني تعذبتي بالاول ولا ما تعذبتي؟ كثير تعذبت.